طيب انا ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. بس مش هتزعل، لان انا هتصل بشيكابالا واقول له احلى وقت لشيكابالا يبطل امتى؟ لو خد الدوري السنه دي يعتزل وهو واخد كاس والدوري، يطلع من باب الكبير قوي، والاجوان اللي عمال يجيبها دي يعتزل؟ اه طبعا، مش هيلاقي فرصه. انا بتكلم كوره، وهو فهمني شيكابالا لو حد وصل له مش هيلاقي فتره احلى فتره لشيكابالا اشوفها في حياتي. بس ما هو على فكره أيوة، انا 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 احترم فكره انه انت تحب دايما اللاعب يطلع من الباب الكبير. محمد رمضان عملها، جايب 3 اجوان في الاسماعيلي واحنا راجعين وخاطين الدوري، وجايب هو 3 اجوان وقاعد جنبه في الباص، قال لي انا هعتزل. قلت له ايه ده هتعتزل؟ قال لي مش هلاقي فتره. بس هو الفكره في ايه؟ ان انت حاسس انه شيكابالا لسه عنده ولسه بيدي ولسه نفس الكواليتي. اه ما بيديش، مش شرط يدي 90 دقيقه، بس دايما خد بالك انه في اخر 6-7 ماتشات للزمالك هو اللي مكسبه، في 5 منهم هو شيكابالا يا اما اسيست يا جول. اه فانت بتتكلم في لاعب، ما هو لسه، انا بحط نفسي مكان شيكابالا. ايوه لو انا حسيت ان انا لسه قادر، طب ما اكمل. ارد عليك؟ اتفضل. حلو، انا قادر وبصنع، بس انا معايا حوالي 10 12 فايقين وبيسمعوا الكلام وبيدوسوا، فالفتره دي هو بياخد برضو من، لان شايف ان الفرقه كلها عارف متكاتفه. لو اضمن ان الزمالك يبقى السنه الجايه كده، واللي بعديها اقول له سنه لشيكابالا اقعد سنتين كمان ان شاء الله تلعب لي شويه. تعرف يا كابتن انا اختلف معاك في نقطه، اختلف انه بس شيكابالا ما بقاش دوره فني بس في التشكيله بتاعت نادي الزمالك. وماله؟ بص، ليدر في الملعب، وماله، ليدر في الدكه، انا معاك، ليدر مع اللاعبين، ده الكلام ده اللي في الكواليس، وحتى كلام الناس بتشوفه قدام الكاميرات. ثلاثه منجحين الزمالك الفتره دي. ما انا هقول لك، فانت وانت بتطلع كمان شباب كتير دلوقتي في تشكيل، لازم يبقى في معاهم، فانت محتاج شيكابالا على الاقل موسم كمان، ده على الاقل. طب ما نخليه مدير كوره مع امير. وده قصه كبير شيكابالا. يعني بص، انا نفسي العب 5 سنين، انا مش هلاقي، انا ما بلاقيش الفلاتات دي. انت عارف انا ليه؟ عبد الله السعيد وليد سليمان، رغم واجهت وجهه نظرك انك حابب انه يطلع من الباب الكبير عشان هو لاعب كبير قوي، بس برضه ما احنا الناس دي ما بنش... ده الواحد ده وليد سليمان ما بيشاركش اصلا تقريبا غير فترات قليله جدا مع الاهلي، واقل بكتير من شيكابالا، والواحد متضايق ان وليد هيعتزل. وليد قد الناس اللي بتلعب دي 30 مره. شفت يعني؟ فانت متضايق. عبد الله السعيد مش عايز تشوفه بره الملعب. بس انا بحب بحبهم، بحب يطلعوا، ما يجيش فتره يتقال يوه ما تبطل بقى. مش عايزها توصلها دي. انا بقول اقتراحي، يمكن انا ابقى غلطان. وجوده مهم. 3 منجحين الفرقه، امير مرتضى، فييرا، شيكابالا. امير بره قدرت اوضه اللبس في الاداره، فييرا فنيا وملعب، شيكابالا وسط اللعيبه ولامم الناس قائد جدا طبعا.